مريم، يعني ذا الحين يقدرون إذا أنا حطيت صورة عرض رجال مرة وفي منطقة ثانية صماء الحبشة هذول يقدرون يسحرون عن طريق صورة؟ صورة عرض؟ يقدرون والله؟ والله يقدرون، اللي يبقى يقولون صورة ولا عائلة تبلا تحطينه، شيلي منهم صور اللي تدور دحين زي كذا. إيه حطي. أبداً لا تحطين صورة. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه هذه بعض أنواع العمل السحر، شوف الصور عن طريق السحر، عن طريق الصور. هذه عائلة كويتية وهذا شخص كويتي آخر. هذا بوذا ولا المسيح؟ الله المستعان. هذا العظم الصينية، هذا طعم فيه الجن هذا. ايه حضروا الجن احمد من ازالت هذه من اعمالهم كلها من الخدم والسحرة. نسأل الله العافية. هذه طلاسم توضع مع الصور وغيرها. احنا نجمع بالأوراق والصور صورا، لكن ما نشرنا الصور، جزاه الله خير الشيخ سعد، ما نشرنا صور الناس حتى ما نثير الرعب. الرحمن الرحيم. ما رأيتم من صور، أسأل الله يحفظنا وإياكم من كل شر ومن كل عين وسحر وحسد. هذه تم ضبط الأعمال بفضل الله تبارك وتعالى، لكنها بحمد الله ليست أعمال، هي مشروع سحر لم ينجزها وكشفه الله. كنا ننادي به من قبل، وهو أنه لا بد من قتل الساحر، لا بد من تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى بقتل الساحر. عمر رضي الله عنه ثلاث سواحر، وأم سلمة قتلت جاريتها التي سحرتها، وجندب بن جنادة كذلك. والثاني وهو خطورة الصور يا أخوة ويا أخوات، خاصة صور الأعراس. سبحان الله تتكشف الأعراض الآن، صور نساء كثيرة ورجال كلهم. وقال القائل نحن حريصون على يعني حفظ هذه الصور، تحفظونها وتسرقها الخادمة فيحصل المكروه. تهم كل الخدم، بعض الخدم الكفرة قد يفعلون وبعضهم لا يفعلون، وكذلك المسلمون بعضهم يفعل وبعضهم لا يفعل. فيقول لماذا يسحر الخادم المسلم؟ نقول إن بعض المسلمين يقول أنا لا أسحره إلا إذا خفت منه. أنا ما أقرأ على المسحورين ولا لست راقيا شرعيا، ولكن أنا أنبه وأحذر والله المستعان. لكم على حسن متابعتكم، وإنما أردت التنبيه وآسف لإزعاجكم. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، لا تنسوا الأذكار الشرعية. السلام عليكم. هذه نور تقول إن هي لما قررت تجي الكويت قالوا لها لازم تاخذين حبوب أتيفن، لأن هذه الحبوب تنوم المدام المزعجة وتنوم الأطفال اللي عندهم فرط النشاط، صح نور؟ إيه. What happened to them? But then if you have bacha, you will take care of babies in Kuwait or anywhere in abroad, you must take Ativan. And if the baby very stubborn, not sleep, put some in the halib or milk and or in the water, and she can sleep 2 days, 3 days. Hey, this famous in Philippines? I don't know. يعني الخدامة اللي بتجي تجيب معاها حبوب.